إضافية لكلية حقوق الناس وللبحث العلمي والأكاديمي بصفة عامة، وأتمنى هذا العمل وأتمنى لكم مستقبلا ساخرا من الناحية العلمية والأكاديمية والعملية، وشكرا. للمساهمة في مناقشة العمل الذي تطرحه، فرحت كثيرا في الحقيقة عندما أجد ربما مجال يعني أشتغل فيه كثيرا، وأحيل الكلمة. طبعا كل هذه الملاحظات كما قلت أنا مجرد إضافات فقط، يعني مستقبلا لو أردت أن تفتح المجال للاشتغال ربما أحيلك فقط على المراجع أو الفكر البرلماني باللغة الإنجليزية. تبقى من المقتضيات المرسوم رقم 236/11/1417 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة ودبلوم دراسات العليا المعمقة وأيضا دبلوم دراسات العليا المتخصصة، وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسي مطروحة لنيل الدكتوراة حول موضوع الممارسة التشريعية. بشكرك كل من أستاذ عثمان الزياني، أستاذ محمد البزاز مشرفة، وأستاذ محمود الفاضل مقررا، والأستاذ إدريس فخور عضوا، وأستاذ أحمد راشدي عضوا. وبعد المداولة قررت اللجنة قبول مطروحة ومنح طالب مشرف جدا مع توصية بالنشر طبعا بعد أخذ مختلف ملاحظات الأساتذة بعين الاعتبار أثناء تصحيح المطروحة. Yeah.